الهدف ديال الندوه اليوم هو تسليط الضوء على الحيتيات والخطوات اللي ممكن ياخذها الفريق، حيتيات ديال القرار خدته اللجنه الوطنيه للاستئناف بالجامعه الملكيه يقضي ب معاقبه احد اللاعبين اللي كان لعب معنا في العام كامل، في الموسم كامل. من بعد ما ربحنا مقابله السد الاخيره اكتشفنا انه او اكتشف انه عنده بطاقه ديال تاهيل اخرى في فريق من بعد 3 شهور ما اهلناه حنايا. هذا هو الاشكال اللي كاين. القرار عجيب وغريب، ومع احترامنا كامل للسلطه القضائيه والاخوه اللي خاضوا القرار، ولكن عجيب لانه لا يعاقب بن حمد، كيقول له ما درتو والو بخير، ولكن في نفس الوقت خصكم تخسروا، وكانه شي واحد تقول له راك ما درتي حتى جرم حتى خطا حتى جنحه ولكن خصك تعاقب. هذا اللي طرا اليوم. حنا نطمح ان الوضع يرجع لما كان عليه، بمعنى ان الفريق يبقى في المكانه ديالو في قسم الهوات، واذا كانت العقوبه راه غادا تصدر في حق اللاعب وفي حق الفريق الثاني اللي اهل اللاعب، وحنا غير مسؤولين لاننا كفريق غير مسؤولين على المعطيات ديال جميع اللاعبين الذين يمارسون بالمغرب باش نعرفوهم. ما عندناش الامكانيات باش نعرفوه واش وقع لشي فريق اخر من غير توقيع اللي وقع معنا، على علم ان الفريق اللاعب راه ديالنا ووقع لنا اول مره نهار 19/11/2021، ومن بعد نكتشفوا انه وقع توقيع ثاني من بعد 3 شهور. هذا هو الاشكال اللي جينا اليوم نوضحوه للاخوان ديال الصحافه، وسنستفيد فيه ان شاء الله في المستوى الندوه. المستوى الانتظارات الجامعه ننتظر من الجامعه تصلح الوضع اداريا، لان مشكل ديالها مشكل هي اللي اهلت اللاعب للمره الثانيه، ولكن في نفس الوقت عندنا نسلك جميع الخطوات اللي متاحه لنا قانونيا من اجل اننا نرجعوا هذا الحق ديالنا، لانه حق مسلوب وظلم وحيف ان فريق يدوز عام كامل ما يخسر حتى مقابله، ومن بعد ما يربح المقابله الاولى ديال السد والمقابله الثانيه ديال السد يقول لك لا راك خصك ترجع للهوات من بعد قبل يومين من القرعه. اذا كاين اشكال كبير اللي خصها تحلو هي الجامعه، ومن بعد الجامعه كاين لجنه التحكيم، غرفه التحكيم الرياضي اللي مشينا لها، وكاين سبل اخرى سواء كانت قضائيه او غير قضائيه اللي يمكن اننا نلجؤ لها من اجل انها تسترجعوا هذا الحق.